السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المردود، يعني وين الأداء قويري، يعني وين قال لك أداء قويري تما ضرب طاحوا على أداء قويري. يا ودي مشي أداء تاع قويري، يا أداء يا خطة تاع مدرب مكاشي، يا لعابة على احنا موزمبيق ربحناها تاكتيك دي جو، يا ودي ربحناها يعني بأهداف بفردية بجهود فردية، نعلو الشيطان احنا كي لعبنا قولوا لنا كي لعبنا. يا انتم راكم داخلين هذه قلناها لكم خطرة تاع الدوزيام ميطو، مدرب راكم قابلين مدرب دوزيام ميطو دار تاعي. يا ودي اللعابة يا تغييرات دار تغييرات، غير الخطة شاكين كان يلعب وكي غير الخطة مي تهضروا، راكم غير تهضروا. كي كنا نلعبوا بريمير ميطو كي غير الخطة دوزيام ميطو، قولوا لي كي غير الخطة دوزيام ميطو. شادنا تغيير بوست بوستر، شادرة تغيير بوست بوست، هذا مكان يعني اللعابة لعبوها، لعابة لعبوها ولا وليد على ولا يعني 35 مباراة من وصلنا في الصح. أيا أيا روح 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 دي 35 تاعك، حسبها حسبها تاعك حسبها، دو الكوزينات تاعكم وحسبوها. أيا كل واحد يكذب 35 بنت ويا حسبه 35 مباراة، حسبوها حسبوها وحدكم. الشيطانة تاع القويري القويري تقول لي بلي قويري قويري بروح ضحية كيما كيما الآخر، كيما بالرحمة وكيما إبراهيمي، كيما بالرحمة وكيما إبراهيمي قويري. وين حرص هذا المشرف يعني خلال الأشهر الأخيرة على العمل من أجل ضبط قائمته التي سيشارك بها في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذي جعله يقوم بخطوات قال لك خطوات مدروسة. صح روح معليش نمشوا معكم نمشوا معكم. وقرر هذا المشرف إعطاء فرصة للكثير من الأسماء الجديدة في مختلف المباريات من أجل الوقوف على مستواهم، ثم تحول يعني التحول بعدها الى تقليص عدد الخيارات وابقاء على من اقتنع بهم ويرى بانهم يستطيعون تطبيق يعني نهجه التكتيكي والبروز في محافل القاريه القادمه. ونجح هذا قال لك معليش نادي الدحيل القطري في تحقيق الكثير من ايجابيات خلال الاسبوع الفيفا لشهر نوفمبر، يعني حيث حصد يعني 6 نقاط، يعني اللعابه الذين حصدوا له 6 نقاط يعني التصفيات مؤهله الى نهايات كاس العالم، واعداد يعني واعاد الجماهير الثقه في قدره منتخبها على مواصله التنافس ضد كبار، وأثبت بأن الكثير من الأسماء تستحق البقاء في تشكيلته، غير أنه من جانب آخر ما زال بعض الأمور تحتاج إلى العمل الكبير. ما يعني وين نقولوا كشفت مباراة الصومال والموزمبيق بأن هذا المشرف يعني عليه العمل على إيجاد حل للجهة اليسرى من خط الهجوم، حيث يعد الاعتماد على أمين قويري مخاطرة كبيرة في مسابقة بحجم كأس إفريقيا، وهو الذي لم يظهر بعد ما كان منتظر منه. إضافة إلى ذلك إصرار هذا المشرف يعني في اللعبة هذو اللي باغي يردهم، كاين نوامر باغي يردهم هذا مكان على يا كثر خير عمورة، كثر خيره عمورة يعني لي كثر خير الدفاع تاع الخصم، وحدهم داروا غلطات ما كنا طايحين عليهم نهاجموا فيهم بعشرة ما والو، وحدهم داروا غلطات طاو دار وحنا مركينا وصاي. ايا قال لك المدرب قال لك هو اللي يقلب البارتي على بالنا على بالنا، قولوا اللاعبة الدولية اللي قالت لكم لعبت 99 حتى 2001، قولوا لنا هذه اللاعبة الدولية تورينا غير تصويرة برك طالعة في السماء بحال كرعيها في السماء، دايرة 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 كوتيزو في السماء، ورينا غير تصويرة بالك دايرة كوتيزو في السماء. قالت لك انا لاعب نورمال في الوجه يكذبوا عليكم في الوجه، لاعبة دولية لعبت من 99 حتى 2001، ورينا دايرة كوتيزو ورينا ورينا دايرة كوتيزو. وفي هذا الإطار ونظرا لطريقة اللعب الخلص سيكون هذا المشرف مجبر على إعادة التفكير في جناح أيسر ينهي كل المشكلة، لذلك وين تصب ترشيحات في صالح يوسف بليل الذي تألق مع نادي مولودية الجزائر يعني المتوهج مع فريقه من أجل العودة إلى كتيبة محاربي الصحراء والتنافس على الشغل يعني الجهة اليسرى من خط الهجوم بعد خروجي من الفترة الماضية من مخططات هذا المشرف. ويحظى بليلي بدعم كبير من طرف الجماهير الجزائرية والتي ترى بأنه يستحق العودة إلى صفوف المنتخب تحسبا للكار، خصوص بعد
قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتوسيع القائمة للنهائية الى 27 لاعب بدل من 23 كما اعلن عنها في وقت سابق، واسترجع لاعب خلال هذا الموسم مستواه الحقيقي، حيث يوجد في حالة بدنية وفنية تجعل عودتهم يعني مفيدة في خط يعني في خطط هذا المشرف، ومع خبرته الطويلة في الملاعب الإفريقية ومشاركته في بطولات كبرى سبق يمكن القول أنه يملك الأفضلية نسبة على بقية الأسماء الشابة التي لم تكتشف القارة السمراء ولم يسبق لهم خوض أي تحدي كبير فيها. 2022 ليك لحال مكلف بالإعلام كي دايرة فماك، والله لا بصح كي دايرة 2022 ليك لحال مكلف بالإعلام يا درا هذيك ما تساعدش، والله لا بصح 2022 ما تساعدش هذيك. بغيت نفهم حاجة صغيرة برك، إلا ما تساعدش قولولنا 2022 ليك لحال البك بلي تبهديلا عام كامل بيت الدكة الأهم التاريخ تاع الجزائر، مشي عيب عليك. هاو 2022 ما لعبناش، واو لا 2022 ما لعبناش حنا، ما كان والو. هاو 2022 هم و سبحان الله 2022 ربحنا تنزانيا الي روتور، ربحنا ايران، ربحنا زدنا لعبنا لي ماتشاميكو، ربحنا غينيا، ربحنا نيجيريا، درنا ماتش مع النيل مع الاخرى كيسموها مع هذيك مع المالي، ربحنا غانا 2022 هذه 2022. خلينا من الخساره صح، ما نجبدولكمش خساره باش ما تزعفوش، ما نجبدوش الخساره باش ما تزعفوش برك على مكان، خلينا من نجبدولكم غير الصح برك على مكان، خلينا نجبدو الصح برك. هذا انتم انت بكي ما فهمتش انايا، ما عليش نجبدو لكم غير صح، نجبدو هذه وصح ما نجبدوش حاجه واحده اخرى، ما عليش عاودي عيب عليكم يا ولد عمي، او ديرك في الوجوه او في الوجوه ديرك يا ولد عم، او والله او في الوجوه ديرك بزاف، والله لا بزاف هذا مصحى منا بالك بالك تجي هاو نتوما جاي ديرك يعني اقلع عام كامل اقلع ها بزاف، مش كيما هاك او عام كامل تقلع فيه ولا امالك او جامي او شويه احترموا صح صح احترموا الناس هذوك اللي جايين معكم، احترموا هذوك اللي جايين معكم احترموهم نورمالمون تحترموهم، او مو شويه هاو نتوما صايبين قاعدوا هكا يبكوا عليكم وما تحترموهمش، هم شي عيب عليكم ولا وما احترموا هذوك الناس، كيف تحترمهم صايك هاو نتا والو يا خويا، هذه هي خويا. هاو نتوما قويري فايق ما عجبكمش او كنتو تقولوا لنا راك عمين يجي قويري راك عمين يجي منا، ها مازال من اللعابه احنا مازال ما قنعوش كاع ما كاش كاع اللعابه كاع كون دونا هضروا هادو اللي جاو جد يعني انديفيديال مع ان ما نهضروا فيهم بصح في خطه ما كاش، مازال عوار مازال ما كذبش روحو، شايبي مازال ما كذبش روحو، قويري مازال ما كذبش روحو، الناس مازال ما كذبوش روحهم صح، شايبي مركل بود بصح مازال ما كذبوش روحهم، كون بقاو كاع نحسبوا لهم هادو كاع اللي جاو يعني مازال ما كذبوش روحهم، من محرز ما راش يلعب مليح، محرز نتاك حاسب بلي ما راش يلعب مليح هو النيفو تاعو طاح، لا محرز يعني التشكيله الخطه ما كان والو، يعني التركيبه ما كان والو خويا، هذه هي تبقى تشوف فيها الناس هذو التركيبه ما كان والو، ماشي اللعابه لعابه لعابه كاين لعابه الحمد لله يا ربي، والله لا اللعابه لا كاين عندنا لي فيكتيف يعني ما شاء الله، ماشي قضيه ناس تهدر، ناس هي تهدر، ناس عم يقول لك بلي يا ودي محرز طاح، لا محرز ما طاح ما والو، ناس هي تحوس طياح محرز، ناس تحوس طياح قويري باش يطلعوا لعابه برك هذا مكان، يعني هذه هي ماشي قضيه حاجه كبيره غادي من لا، تكلموش علينا نورمال، كلبوا على دحمانك وافير وصعيب، انا نقول لكم،
بلا ما تنساو عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيت وخطيت.